بسم الله الرحمن الرحيم. نشر الدكتور فهد الحسين خبرا عن صحيفة مصرية قديمة تنقل عن أمير المدينة السابق عبد الله الزديري رحمه الله أن ثلاثة رجال ومن مدن متفرقة من مكة والأحساء وحمات في سوريا رأوا في وقت واحد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام يأمرهم أن يخبروا الملك سعود رحمه الله بأن يطهر قبره من الأذى، فأرسل كل واحد منهم رسالته إلى الملك سعود، وكان يطلع بذلك على نفسه على الرسائل الواردة إليه، فاستغرب الأمر وأمر على الفور وزير مدير الأشغال في ذلك الوقت محمد بن لادن رحمه الله أن يذهب بنفسه، فذهب بنفسه والتقى علماء المدينة ووجهاءها، ثم لما بحثوا في الأمر وجدوا أن بعض البيوت المجاورة للمسجد النبوي تخرج منها بعض الروائح الكريهة من المجاري إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فأمر الملك سعود بأن تشترى هذه البيوت وأن يدفع أثمانها لأصحابها من ماله الخاص، وكان يقدر في ذلك الوقت بربع مليون جنيه. وهذا الأمر ليس بغريب نسبيا، فقد جرت حادثة أخرى ذكرها العلامة المؤرخ محمد طاهر الكردي رحمه الله، جرت في مكة لما وجد بعض الناس رائحة كريهة في أيام العهد السعودي من شربهم لزمزم، فلما بحثوا الأمر وجدوا أن بعض البيوت القريبة من المسجد الحرام تخرج منها بعض الروائح الكريهة عن طريق المجاري وتدخل في بئر زمزم، فأمر في ذلك الوقت بأن تشترى البيوت المجاورة وأن يثمن أصحابها وأن يحمى المسجد الحرام كما حمي المسجد النبوي بأمر الملك سعود بوضع سياج له.